بروح الفريق الواحد وبعد عمل دؤوب تواصل على مدى أسابيع، تكللت الجهود اليوم بإطلاق ATV العدالة، النشرة الإخبارية المتكاملة والتي تعرض يوميا على الهواء مباشرة عند 9 مساء. ويعزز تلفزيون ATV العدالة منظومته الإعلامية من خلال نشرة إخبارية وفق المعايير المهنية التي تواكب هموم الإعلام وتحدياته وتتفاعل مع قضايا الملتقى. نتابع جانبا من كواليس العمل على إعداد نشرة الأخبار في تقرير للزميل خالد الفارس. هي الانطلاقة الأولى لنشرة أخبار جديدة، بدأ الاستعداد لها مبكرا فيما كانت جهود فريق العمل مكثفة وتسير على قدم وساق للخروج بنشرة أخبار متكاملة تغطي جميع الأخبار المحلية والمنوعة التي يحتاجها المتابع المحلي. لله الحمد وصلنا استعداداتنا لتحقيق انطلاقة مميزة نقدم من خلالها للمشاهد كل ما يهمه من أخبار محلية في المقام الأول، وهو هويتنا، ومن ثم ننطلق للشأن الإقليمي والعربي والدولي أيضا. شعارنا بإذن الله سيكون هو الحرية المسؤولة، سقفنا عال، خطوطنا الحمراء هي معايير وأخلاقيات المهنة وكل ما ينظم الساحة الإعلامية المحلية من قوانين وتشريعات. لم يعد خافيا على أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الإعلام التلفزيوني في يومنا هذا، ولعل من أبرزها وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك سنسعى جاهدين على مواجهة تلك التحديات من خلال تقديم الأخبار بقوالب جديدة ومميزة، بالإضافة إلى الحرص على الدقة والمصداقية والموضوعية. والله احنا حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نستخدم افضل التكنيكال الخاص بنشرات الاخبار، وان احنا طبعا حاولنا في وقت قصير جدا ان احنا نطلع بيها ان شاء الله للمشاهدين، وطبعا ده كله ساعد في دور ان احنا اشتغلنا فيها كفريق عمل متكامل، وده ان شاء الله اللي هيخلينا نطلع بشكل كويس باذن الله للمشاهدين. والله كان في صعوبات كتير، لكن زي ما قلت لك ان العمل الجماعي أدى أن احنا وصلنا الحمد لله نتائج كويسة جدا، وإن شاء الله المشاهد يحكم عليها لما تطلع على الشاشة. ويمتاز فريق العمل في نشرة أخبار ATV العدالة بمستوى أداء متميز وبمهنية عالية كانت أساس الاختيار. والله الاستعدادات على قدم وساق، والشباب ما قصروا، يعني قاعد أشوف جهود جبارة استعدادا حق انطلاقة ATV، ويعني أتمنى إن شاء الله تكون هذه النشرة على قد الجهود اللي قاعد يبذلونها الشباب، وأتمنى إن شاء الله أني أقدم وأكون مقدم أخبار خفيف على الجميع. التقارير راح تكون منوعة والسياسية طبعاً، وإحنا يعني الأخبار لازم نغطي الأحداث كلها اللي موجودة بالكويت، فإن شاء الله راح تكون التغطية واسعة وشاملة. يعني والله في إعداد التقرير، الحدث نفسه، نقل الحدث حق المشاهد، راح نكون إن شاء الله أول بأول ننقل الأحداث هذه. الحمد لله خلال الفترة الماضية كنا على قدم وساق في تلبية وتوفير كافة الإمكانيات التكنولوجية للظهور بمستوى يليق بالنشرة ويليق بالمجتمع الكويتي عموما، يواكب المستوى المرئي والمسموع في البلاد. وأشكر الجميع على تعاونهم في القناة خصوصا، ودعم السيد أحمد الفضلي المدير التنفيذي للقناة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة. نشرة الأخبار أنا بعتبرها هي أساس لأي قناة، نظرا لدورة وتأثيرها على الجمهور، ميوله، حتى تشكيل الرأي العام. أنا برأيي هي صورة اللي بتعكس واقع ما يجري في المنطقة وفي البلاد. على صعيد الشخصي أنا النشرة هي بحسها الفقرة اللي بتخليني على تماس مع الجمهور، بحاول قد ما فيه يكون خفيف الظل لأني رح كون ضيفي بكل بيت، يعني بحاول قد ما فيه يحافظ على أدائي وأنقل الصورة بواقعيتها كما هي. بداية يسعدني انضمامي لATV العدالة قسم الأخبار، كانت حريصة دائما الإدارة على جمع هي الكوكبة من هي المدارس المختلفة، إن شاء الله بنقدر نقدم لكم شيء حلو مميز. وهكذا يكمل ATV العدالة عقده الإعلامي بنشرة أخبار متلفزة، لينطلق من خلالها إلى فضاءات أوسع، بثا رسائله الإعلامية عبر أثير الحرية والموضوعية والحيادية. لقناة ATV العدالة خالد الفارس.